رامي رامي اصحى يا رامي اصحى. ايه بس يا ماما بتصحيني ليه دلوقتي؟ الساعة بقت 8، مش معقولة اتأخر عن الشغل. شغل ايه بس ده، انا نايم الساعة 3 الصبح. 3؟ وايه اللي نايمك الساعة 3؟ مش معقول تروح من اول يوم اتأخر بالشكل ده. انا مش فاهم بس وظايف ايه اللي بيصحولها بدري كده؟ وظايف الحكومة كده؟ حلو قوي. ايه بقى اللي يجبرني انا على ده؟ مستقبلك. 40 جنيه في الشهر وتسميهم مستقبل وبعد 4 سنين جامعة؟ يا حبيبي كل الناس بتبتدي صغيرين وبعدين بتكبر. يلا حبيبي يلا قوم اغسل وشك وتعالى عشان تفطر. يلا. الو. اهلا اهلا يا حبيبتي. كده يا ميمي يومين ما تكلمنيش؟ هو انا مش خالتك ولا ايه؟ ولا رامي شغلك؟ لا 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 انا زعلانه خالص. طب بقول لك ايه، النهارده هنستناك على العشاء. بقول ايه، اختي صحي ولا نايم؟ طب رامي معاك اهو. ايوه يا مين، ازاي انت لسه ما رحتش الشغل ولا ايه؟ ما انا رايح اهو، يعني الشغل هيطير. مهم انك تثبت ذاتك. العمل عارف العمل شرف والعمل واجب. ايه انت مش مقتنع بكده ولا ايه؟ مقتنع يا ستي مقتنع. المهم هشوفك النهارده في النادي. اوكي اوكي. طب يا حبيبتي باي. المفاتيح. خد تاكسي النهارده. ليه بقى؟ لصصيت في اجازه من امبارح. ما انا عارف، ويا ريت اجازته الطول عشان اعرف اسوق براحتي. اسمع الكلام وخد تاكسي. انت سواقتك وحشه انا بخاف عليك. خلاص انا مش رايح. لا 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 خد اتفضل يلا ما تجريش بسرعه. حاضر يلا. بقول ايه بقى حبيبتي؟ ايدك بقى على 20 جنيه. 20 جنيه ليه؟ ايه اللي ليه؟ بنزين وسجاير وشايات وقهاوي واللازم منه. الله، ما انت واخد امبارح 10 جنيه. شوفي انت قلتي بنفسك يا حبيبتي امبارح، يعني كل سنه وانت طيبه. خلصوا. انت مش ناوي تعقل بقى يا رامي؟ اعقل ما بقاش رامي. عارف والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود والمبذرين اخوات الشياطين، عارف كل الحاجات دي. سلام. مع السلامة. استنى استنى خد جواب التوصية ده، اوعى اروح منك، تديه المدير على طول، ده كان صاحب والدك الله يرحمه. طيب باي باي. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. وديله المفاتيح وتقول له زي ما قلت لك بالظبط، فاهم؟ يا اسطى انا مش وسط ولا زفت، انا ما اتخلقتش يا ابني للكار بتاعك ده، انا متعلم اشتغل ميكانيكي. شوف يا ابني بيلي، نعم اقول لك كلام ولو انك مش هتفهمه. في ناس في الدنيا دي اتخلقت عشان تتعب وتحرق وتشهد، في ناس تانية بقى اتخلقوا عشان يعيشوا على قفا الناس دول لانهم اذكى منهم. انا بقى من الناس الاذكياء دي، فاهم؟ فاهم. انت طول عمرك حمار. يلا بالسلامه. سلامه يا استاذ ادهم. صباح الخير. صباح النور. المدير موجود؟ تيمي علي؟ لا بس انا معايا كارتلو. اسم حضرتك ايه؟ رام. شاعر الشباب؟ ايه ده؟ وعرفت منين؟ مش هقول لك. اتفضل اتفضل استريح على ما الناس اللي عنده تخرج. هي مواعيد الشغل عندكم هنا من كام لكام؟ من 8 لـ2. طب والاجازات؟ العرض 7 ايام والاعتيادي 21 يوم في الشهر؟ لا طبعا في السنه.
انت بتهزر ولا ما تعرفش بجد؟ ما اعرفش بجد، اصل انا مستجد. وهتتعين هنا؟ جالي جواب التعيين من فتره وجاي استلم النهارده، ولو ان بيني وبينك انا مش محتاج للوظيفه دي خالص، بس ماما هي اللي اصرت. وماما هي اللي ادتك كارت التوصيه للمدير؟ وعرفتي منين؟ يا سلام، وهي دي عايزه انا بقى؟ لا، اصل المدير كان صديق لوالدي الله يرحمه. بذمتك دي مش نكته، عشان اتعين ب40 جنيه اجيب كارت توصيه كاني هدخل بيه الجنه؟ ال40 جنيه دول انا بصرفهم في ساعه واحده. ياه، للدرجه دي؟ على كده انت وارث بقى؟ ايه ده بقى؟ احنا هنبتدي ننقي ناني. اسم جميل. ميرسي يا رامي. استاذ رامي لو سمحتي. ميرسي يا استاذ رامي لو سمحتي. وبعدين بقى حيرتني معاك. تحب تشرب حاجه؟ طبعا احب. اشوف الفستان الاسود اللي في الباترينا. ازازة البرفان من فضلك. لا، حريمي لو سمحتي. بكام ده لو سمحت؟ 360. بكام؟ اتفضلي يا سيدي. 360. طب في منه رز؟ ايوه في. في ابيض؟ في ابيض. طيب انا هروح البنك اسحب الفلوس وهاجي على طول. ممكن تدفع حضرتك كربون عشان احجزهولك؟ لا الحقيقه انا اصلي بتشائم من العربيين، معلش. اتفضلي. شكرا. صار على ما توصل البنك هيكون الفستان اتباع. هو البنك بتاعك فين؟ في طنطا. مش لا يا سيد يا بدوي، ممكن تروح لحالك بقى؟ ليه بس؟ ما انا عربيتي تحت امرك، 5 سلندر وكلها بزراير بالكهرباء، اعتبريني الشوفير بتاعك. وبعدين بقى انت الظاهر عليك مش ناوي تبعد عني لما اجيب لك امين شرطه. هون عليكي برضو، انا بس عمال عليا تمشي على الارض برجليك. امال الفريرات والمزاق مين يلبس؟ همي. بقول لك ايه، انا عربيتي راكنه هناك اهي، فكري كده وكبري مخك وحصليني. ماشي. اهلا يا ميمي. انا قاعده مستنياك في الكافتيريا بقالي ساعه وانت قاعد هنا بتلعب. معلش يا حبيبتي، اصل انا بصراحه زوغت من الشغل واللعب خدني. يعني غلطت غلطتين. ليه بقى؟ مره علشان زوغت من الشغل، ومره علشان سبتني استنى. لا طب انا الحق اغير هدومي بسرعه قبل ما اغلط غلطه ثالثه وتدفعيني 75 قرش. طب انا هستناك في الكافتيريا. اوكي. يعني لا العربيه بتشتغل بزراير ولا حاجه. يعني انت اللي كنت رايحه البنك؟ انت بتشتغل ايه؟ بزنس مان، رجل اعمال. ايوه، يعني بتشتغل في ايه؟ هفهمك بس مش دلوقتي. امال امتى؟ نتغدى الأول في مكان هادي وبعدين نتكلم. أسفة، أنا مروحة، ممكن بقى تنزلني في أقرب مكان؟ وتخسري شرف معرفتي؟ يا سلام، على فكرة بقى أنت مغرور قوي.
انا مش مغرور، انا مجنون بيكي. في الاول اشتغلت نطاط. يعني ايه؟ يعني انط على ظهر المركب، اسلك البضاعه واخد العموله. وبعدين اشتغلت الحساب سنه اتنين، زهقت من حكايه النط دي، لعبت في العمله، دولار استرليني، مارك الماني، فرنك فرنساوي، اي عمله للمصري. شوف يا ناني، الدنيا دي عايزه البني ادم المفتح، تديها فكاكه وفهلوه وتفتيح مخ، تديك عز ونغنغه، تقفلي مخك مفيش غير الفول المدمس وطوابير الجمعيه. ايه رايك تفتحي مخك معايا؟ افتح بس ازاي؟ تعجبيني. اول خطوه ترمي الوظيفه ورا ظهرك. رميناها. تاني خطوه انا افكر واخطط بعقلي وانت تنفذي بمواهبك. بس انا ما عنديش مواهب. ما عندكيش ايه؟ مواهب؟ بالعكس، ده انت كلك مواهب بس مدفونه تحت الهدوم. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي. صباح الخير. صباح الخير. ايه يا فندم انت ده؟ انت بتشتغل في طابونه؟ تزوغ امبارح وتيجي النهارده، متاخر ساعه. هعمل ايه بس يا فندم؟ البلد زحمه زي ما انت عارف، ركنت العربيه بعيد وجيت لحد هنا ماشي. ما زمايلك بيجوا بالاتوبيس يا اخي، ومع ذلك ما بيتاخروش. اصل المصيره كحله يا استاذ عبد الصمد. لا وانت الصادق، ده بالشقه من الصحيان بدري. رايح فين يا فندي؟ تعالى هنا. معلش تكينا للمدير. يا بخت من كان المدير خاله يا عبد الصمد افندي. سوري. على فين؟ افراج، قدمت استقالتي. حقيقي؟ ليه؟ ليه ايه؟ ده انا كنت مدفونه بالحياه. الناس عماله تديها انفتاح وانا قاعده استنى 2 جنيه على كل سنه. لازم بقى هتشتغلي في التصدير والاستيراد. في اي حاجه، المهم ابعد عن نفس الدرجه السابعه. طيب والإدارة مش هتوحشك؟ مش كل الإدارة، المستجدين بس. هبقى أجي أزورهم. أكيد أكيد. طب إمتى؟ السبت اللي جاي، لما أجي أصرف الـ20 يوم اللي اشتغلتهم. باي باي. مع السلامة. حصل؟ حصل. كتبت الاستقاله مسببه؟ ايوه كتبت لظروف انفتاحيه. دلوقتي انت بقيتي حره، احسن حاجه في الدنيا يا ناني انك تشتغلي لحسابك. بس المهم اني ما اشتغلش لحسابك انت. انا وانت من النهارده شركه 50-50. طب هروح دلوقتي على فين؟ هنقعد في مكان هادي نص ساعه، اشرح لك اول عمليه وننفذها فورا. هنعمل ايه؟ هنوصل لحد محل جواهرجي نصب عليه. الاستاذ عبد الصمد مستقصدني، معرفش ايه اللي بينه وبيني، يظهر انه ما بيستلطفنيش. ليه؟ عمل لك ايه؟ بيحاسبني يا فندم بالدقيقه والثانيه، مش عايزني اتحرك من على المكتب خالص. قول لي انت جيت الساعه كام النهارده؟ جيت الساعه 9. انت مش عارف ان موعدنا الساعه 8؟ عارف طبعا يا فندم، بس يعني اسمح لي، الدنيا ما تهددش لما انا اتاخرت ساعه. لا، الشغل اتعطل وضروري العبء زاد على واحد زميلك. مش معنى ان انت تعينت بواسطة ان انت تهمل في شغلك. والدك الله يرحمه كان مثال الراجل اللي بيحب شغله ومتفاني في عمله. ارجوك ما تسببليش احراج اكتر من كده. اتفضل، مع السلامة. يا ابن الايه ده، انت ولا ارسين لوبين. حاجة بسيطة، انت لسه شفتي حاجة عجبك؟ يهوس. انا كان نفسي يقدمولك هدية، انما التمن تلاف جنيه تمن وينفعونا في حاجة اهم يا حبيبتي. هتبيعه دلوقتي؟ لا، بكرة في اسكندرية، الاحتياط واجب برضو. وشك حلو عليا يا قمر، بكرة التعدل والعمليات الكبيرة جاية في السكة. لا يا عم، انا من سكة وانت من سكة. ايه خايفة؟ طبعا، مش كل مرة هتسلم الجرة. تبقيش عبيطة، ده انا ادم البرنس افوت في الحديد. فوت لوحدك يا اخويا، انا بقى ما عنديش استعداد ادخل السجن. فلا الله ولا فالك،
ما تقوليش الكلمه دي تاني. انت معايا هتعيشي في الجنه، بس قولي ان شاء الله. طيب بس لما اخد راي ماما الاول. ناخد رايها ليه؟ مش المهم راينا. ايوه ميمي، بس جايز ترفض. ترفض ليه؟ اصل بصراحه بقى هي كانت لمحت لي ان نفسها نعيش معاها في الفيلا بتاعتها. وانت رايك ايه؟ مش عارف. مش عارف ايه؟ لما تبقى تعرف ابقى قول لي. يلا بينا. الله، انا مش فاهم بس ايه اللي بيزعلك يا ميمي. لما تبقى تعتمد على نفسك وتعرف انت عايز ايه يبقى تعالى قول. يلا. الو، اهلا يا رامي. ميمي ده رامي. دقيقة واحدة يا رامي. في ايه؟ مش عايزة اكلمي ليه؟ انتوا متخانقين؟ بعدين اقول لك يا ماما. قولي له نامت. ايوه بس تسمعي وانا بندهلك. عيب ما يصحش كده. قومي كلمي. حاضر. ايوه يا رام. انا اسف يا ميمي. على ايه؟ على اي حاجه زعلتك. بعدين نتكلم، انا مشغوله دلوقتي. طب هشوفك امتى؟ مش عارفه، هبقى اتصل بيك. باي باي. باي. العشاء يا رام. ماليش نفس يا ميمي دلوقتي. مالك يا حبيبي؟ مفيش يا ميمي. مفيش ازاي؟ هو انا مش عارفك؟ هتخبي عليا انا؟ هي فاهمة نفسها ايه؟ ملكة جمال الكون ولا السفيرة عزيزة؟ هي مين دي؟ بنت اختك اللي قعدتي تقولي لي خطبها. دي طيبة وبنت حلال ومش هتلاقي احسن منها ومش هينفعك غيرها. اهي ابتدت تتنمرض اهي. قولي عملت لك ايه وانا ملص لك ودنها. اجي اكلمها تسيبني وتمشي. اتصل بيها تكلمني بواخة. اكيد زعلتها. ايوه، ما انا عارف ان الحق هيطلع علي انا، بس لعلمك بقى المره دي مش هتصل بيها غير لما تسال هي. سيبك من الموضوع ده، قولي لي بقى اخبار الفكه ايه. فكت ايه؟ الله، ايه يا ماما؟ عايز يا حبيبتي 20 جنيه. ليه يا حبيبي؟ هقعد شويه كده في النادي مع اصحابي. ومهيتك فين؟ مهيت ايه يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه، ما خلصت من اول يوم. اه، علشان ما بتتصرفش بعقل. انا مش فاهم بس يا امي، معانا الفلوس ونحرم نفسنا منها ليه؟ انا مش حرمك من حاجه، والفلوس اللي معانا لو انا اتصرفت فيها بالطريقه اللي انت بتتصرف بيها كان زماننا فلسنا. انا مش هاخد حاجه معايا يا رامي، ومش عايز اموت واسيبك تتبهدل من بعدي. لا لا لا، وعلى ايه؟ على ايه ال 20 جنيه اللي هيبددوا الثروه بتاعتنا دي؟ بلاش منهم. ولعلمك بقى انا مش رايح النادي، وهتحبس النهارده في البيت. اوه فيها عياط بقى. الله، ما بكرهش في الدنيا قد دموع الستات. طبعا، وانت يهمك ايه؟ يا ريت ما سمعت كلام، ضيعتني. نعم يا اختي، ما حدش بيضيع حد. انسي بقى الكلام اللي بيقولوه عن شرف البنت اللي بيبقى زي عود الكبريت ما بيولعش غير مره واحده. ده كان قبل اختراع الولعات. امسي بقى وخلينا نشوف مصالحنا. مصالحنا؟ انا مش ممكن اقف اعيش معاك كده، انت فاهم؟ يا بنت هنتجوز، بس اديني فرصه اكون نفسي. حوش المهر وتمن الشبكه، اصلا احب الاصول. مش دي برضه الاصول يا حلوه؟ ده وقت الدريه. انت جنسك ايه يا اخي؟ جنسك ايه؟ زي جنسك بالظبط يا اختي، احنا الاثنين من عينه واحده، لا لينا اهل ولا عزوه ولا سند. لا بقى، انا بنت ناس وليا اهل. حلوه بنت ناس دي.
مين الناس دول؟ بنت عمتك اللي قلتلي عليها انها عايشه في الزقازيق، هتقبلك تعيشي عندها؟ تعيشي عالة عليها؟ تعالي يا نان، تعالي يا اختي، ده انت هنا مرميه في اوضه فوق السطوح، انما دلوقتي بقى بتعيرني؟ الاوضه دي كانت بالنسبه لي قصر، وانا بالي رايق وبعيد عن الحرام. بكره الفلوس والالمازات تنسيكي الكلام الفارغ ده. بس مش هنسى انك لازم تتجوزني. يا بنت انا بحبك، واللي انت بتفكري فيه ده هيجي وقته. بس رواقي دلوقتي كده عشان نفكر في عمليه جديده. احنا لازمنا حاجات كتير عشان هشنا يكمل. خلصت ال 8000 جنيه تمن البروش؟ الله، هما ال 8000 كانوا بيولدوا؟ المره دي عايزين لنا يمكن 20 30 باكو كده. انا من بكره هرجع الشغل. الملاليم اللي كنت باخدها وبتبطر عليها كانت ستراني. ومال ارجع الشغل تاني، هو على الاقل تبعدي عنك الشبهه. عليا النعم، انت احلى شبهه في الدنيا. اهلا يا نادي، في طريقي اوصلك؟ ولو مش في طريقك برضه هوصلك. اتفضلي. فين المدة دي كلها؟ كنت بدور على شغل. لقيتي؟ ابدا، وجيت اسحب الاستقالة، المدير رفض. وهتعملي ايه؟ هدور من جديد على شغل. انت خاطب ولا لابس الديب العيقة؟ ايوه، خاطب بنت خالتي. بتحبها؟ يعني ماما اللي اختارتها لي. طب وانت؟ احنا مختلفين. دايما بنتخانق، كل تصرفاتي مش عاجباه. مع انك جنتلمان قوي، انا لو منها احافظ عليك وعمري ما زعلك. زيك برتقان. اوكي برتقان. اتنين برتقان يا سيدي. شوية ايه سرحانة في ايه؟ فيك. في انا؟ ده انا قاعد معاك. غريبة ان انسان رقيق زيك خطيبته تبقى مش حاسه بيه. هي مش شايفاني بقى رقيق ولا حاجه، دي شايفه ان شخصيتي ضعيفه ومعتمد في كل حاجه على ماما. في بنات بيغيروا من الحمل، بيبقوا خايفين لا يكون حب الشاب لمامته اكبر من حبه لخطيبته، مع ان ده حب من نوع وده حب من نوع تاني خالص. بس ماما دي تبقى خالتها، يعني مش ست غريبه عنها. يبقى اكيد مامتك اغنى من مامتها. ايوه، لان والدي كان غني، ساب لماما ثروه كبيره. أطيان ولا فلوس سايلة؟ سوري يعني في السؤال. لا أبدا، أطيان وعمرتين وحوالي 100000 جنيه في البنك. آه، يبقى هو ده السبب. سبب إيه؟ خطيبتك حاسة إن الثروة دي من حقها هي، ومامتك مسيطرة عليك بفلوسها، يعني عقبة. تفتكري؟ أكيد. أنت ذكية قوي يا نانا. أرجو مني. شكرا. أرجو إني ما كنتش ضايقتك بكلامي. بالعكس، ده أنا سعيد بيكي جدا. أنا أكبر. حقيقي؟ بص في عينيا وأنت تعرف. عرفت. عرفت إيه؟ حاجات كتير. مش هتصور انك بالاخلاق دي. اتفضل. افهميني يا مين. ايه ده، مين دي يا رم؟ دي ميمي خطيبتي. استني هنا ما تمشيش. يا مين؟ ميمي استني، ايه اللي انت عملتيه ده؟ اخر حاجه كنت اتصورها انك تعمل كده. اعمل ايه بس، انت فاهمه الموضوع غلط خالص. استني افهمك. اقع من وشي. فهمتي؟ أنا بحبك يا أدهم،
عايز ايه تطلب مني اني اقابله؟ وعشان بتحبيني يا حبيبتي بقول لك كده. متاكد انك مش هتخليه يمس شعره منك. عمال ايه مقشره؟ واد وحيد امه متدلع. احنا نسلك منه 100,000 جنيه ونقول لامك في العش ولا طارت. يا سلام يا ناني لو ده حصل. يا سلام. 100,000 تبقى خبطه العمر صحيح. اغرقك فساتين والمصات. هصفرك اوروبا زي الناس المرتاحه. انت اتخلقتي للعز يا ناني مش للفقر. بس توعدي ان احنا نتجوز يا ادهم. اوه قولها ايه تقول لي ايه؟ الله تقوم تروحي له دلوقتي زمانه مستني. انا بقى اشوفك صدفه. تعرفيه عليا. انا ابن عمتك وانت من عيله كبيره قوي بس من الصعيد وعايشه هنا مع عمتك. وتسيبي الباقي عليا انا. ها؟ يلا حبيبتي. يلا دي فرصه العمر. يلا. اهلا يا نير. الو ازيك يا رام؟ معقول الشياكه دي؟ ده انت حاجه تانيه خالص بالليل. ميرسي. اتفضلي. الفستان ده عمتي جابتهولي هديه من لندن. ما قلتليش ايه رايك في المكان ده؟ هايل. تحبي تشربي ايه؟ اشرب فلوري. لو سمحتي. واحد فلوري. انا قلت انت اكيد اعصابك تعبانه ومحتاج تغير قعده النادي. فاخترت المكان الظريف ده. فعلا اختيار ظريف جدا يا ناني وخصوصا النهارده. اصل انا خلاص فسخت الخطوبه. مالكش حق. ليه كده بس؟ هو انت دلوقتي زعلتيني خالص. بالعكس ده انت المفروض تقولي لي مبروك. شكرا. اصل انا ما كنتش سعيد معاها خالص يا ناني. الله ده ادهم ابن عمتي. طب لو فيها احراج بالنسبه لك انا ممكن. لا 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 مفيش احراج ولا اي حاجه. ادهم ده اسطو سبور خالص. مساء الخير. ازيك يا ناني؟ اهلا يا ادهم. ادهم ابن عمتي رامي. اهلا وسهلا تشرفنا. هو انت رامي؟ بسم الله ما شاء الله. اتفضل حضرتك. لا معلش اصل عندي معاد شغل مع ناس استناهم على ترابيزه ثانيه. يمكن كمان في اسرار عايزين تقولوها ولا حاجه. لا ابدا مفيش اسرار ولا حاجه. ولا انت مش عايز تقعد تتعرف على رامي؟ لا لا قوي. اتفضل اتفضل. ايه لعب العيال اللي بتشربوه ده؟ يا مد ازازه ويسكي سبيشال. اهلا وسهلا يا استاذ رامي. ناني كلمتني عنك كتير طول النهار والليل بتجيب في سيرتك. مش بقولك ادهم سبور قوي؟ انا اصلا احب الحريه والانطلاق من غير عقد. اول ما ناني جت مصر اديتها اول درس في الحريه. قلت لها سيبك من افكار الصعيد، عيشي حياتك براحتك زي ما انت عايزه ما دام ما بتعمليش الغلط. كويس انك جيت يا ادهم. رامي اصله كان محتاج حد يفرفشه النهارده. اصله فسخ خطوبته على واحده ما بيحبهاش كده. ألف مبروك. ولا يهمك يا راجل، بكرة تلاقي أحسن منها 100,000 مرة. شوف يا رامي، أوعى تزعل على حاجة راحت. أنت ألف واحدة تتمناك.
طول ما انت شباب وجيبك مليان ولا يهمك حاجة. مش انت جيبك مليان برضو؟ انت لسه صاحي لغايه دلوقتي يا ماما؟ انت ايه اللي عامل فيك كده؟ انت شارب؟ تلات كاسات، واحد عشان انسى، التاني عشان افرفش، والتالت بقى في صحة ناني. ناني؟ مين ناني دي؟ دي اخر تربيتي فيك، جاي تتطوح نص الليل وماشي مع بنات فسدان يا رامي؟ حاوط فيك ده اخر صبر يا رب. يلا بينا يا رامي. لو سمحت تحت عمرك الحساب من فضلك يا فندم. اتفضل. شكرا. في حاجه يا رامي؟ موقف سخيف، معيش يكمل. معلش انا معايا. انا اسف يا نادي. معلش ما تعملش تكليف، مفيش فرق بيني وبينك. ماما اللي دايما تحطني في المواقف دي. ميرسي يا فندم. متشكر اوي. متخيله ان الفلوس هتفسد اخلاقي، وادي النتيجه، غني وفقير في نفس الوقت. بس انا لازم اوضح حد للحكايه دي. لا لا لا، انا ما احبش اكون السبب في خلاف بينك وبين مامتك. انت عندي بالدنيا كلها ناني. انا بحبك بجنون. انا مش متخيل ان انا ممكن ابعد عنك ثانيه واحده. ولا انا يا رام. خلاص يبقى لازم نتجوز وباسرع وقت ممكن. ها قلت ايه يا ناني؟ معلش يا رام، اديني فرصة افكر. تفكري في ايه بس يا ناني؟ يعني بعد الحب ده كله هتفكري في ايه؟ طب يلا بينا نتكلم واحنا ماشيين. طيب اوكي. ها ناني قلتي ايه؟ في ظروف تخليني مترددة يا رام. ايه هي؟ معلش عارفين اقولها لك دلوقتي. يعني معقول بس هتخبي عليا انا؟ يعني مؤقتا. على فكرة أنا شفت النهاردة في وسط البلد حتة فستان إنما يهوس، بس غالي أوي. أنا أصلي عيد ميلادي الأسبوع اللي جاي. إيه مالك يا رامي، سرحان في إيه؟ أبدا. طبعا إذنك بقى، أنا أصلي مضطرة أروح دلوقتي. باي باي. مش استنى لما أوصلك. لا 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 معلش. ليه؟ أصل الجيران شافوني امبارح وأنا نازلة من عربيتك. باي باي. تاكسي تاكسي تاكسي. طب هشوفك امتى يا ناني؟ بكره الساعه 8 في نفس المكان. باي باي. باي. الله، امال ناني فين؟ الله، هو كان في ميعاد بينكم؟ طبعا، ده المفروض تيجي الساعة 8 والساعة دلوقتي بقت 10 اهي. حاجة غريبة البت دي. لسه جاي من البيت وعارفة إن أنا جاي هنا، ما قالتليش، ما جابتليش السيرة. أنت مزعلة في حاجة يا رامي؟ أنا مزعلة في حاجة. دي هي اللي ابتدت تعاملني بطريقة غريبة أوي مش عارف ليه. إزاي يعني؟ افتح لي قلبك يا رامي. أنت وناني بعتبركوا زي إخواتي بالظبط. بصراحة يا أدهم أنا عرضت عليها الجواز ومش عارف، مش راضية تديني أي رد لغاية دلوقتي. مش يمكن خايفة؟ من إيه؟ أصل ساعات الجواز بيقتل الحب. إيه اللي حب الناني؟ أنت أصل ما عندكش فكرة أنا بحبها قد إيه؟
قالت لي ايه اصلها ما بتخبيش عني حاجة ابدا. بس الجواز رامي اخويا مسؤولية كبيرة. طب ما انا برضو قدم مسؤولية. ما تاخذنيش يعني انا مش شايف كده. الله بتقول كده ليه بس يا ادهم؟ اصل بصراحة رامي اخويا ناني خدت على مستوى معيشة معين، دي بتصرف وتتفسح وتلبس بمئة عشر موظفين، وانت ما تاخذنيش يعني امكانياتك محدودة. انا امكانياتي محدودة؟ انت الظاهر ما عندكش فكرة. طب ده انا انت مليان انا عارف، بس خسارة ايدك مش طايلة. انت عامل زي اللي في جيبه 100 شيك، كل شيك بألف جنيه بس ما يقدرش يصرفهم لانهم من غير امضة. ما كله هيبقى باسمي. امتى بس؟ بعد العصفوره ما تطير. خدها مني نصيحه يا رامي اخويا، الستات يموتوا في الورق الاحمر. اللي معاه ورق احمر يجري وراه، اللي معاهوش ما يلزموش. معاك ورق احمر؟ ايوه، بس اصل ناني دي ناني زيها زي اي ست تانيه، تزغلل عينيها هديه حلوه، برش، خاتم الماظ، فرير، علق. وانا هقول لك ما انت سيدي عارفين. طب والحل؟ مش عارف، بس ما تخبيش عليك العرسان الجاهزه بيحوموا حواليها وانا خايف تضعف. مش ممكن حد في الدنيا ياخدها مني. اهدى بس، اهدى يا رامي. الله، ناولني مناخيرك. ايه؟ هات مناخيرك. شد. أشد إيه؟ شم يعني بسرعة. أول شمة بقى هتخليك هنا. خد دي. التانية بقى هتوديك في دنيا غير الدنيا. أمي أدهم صحيح بتحبني وشايفاني سيء التصرف، بس حبها ليا ده بيخنقني. هو كان في واحد في نفس ظروفك دي ملقاش حل غير انه يخلص من ابوه اللي كان حارمه من انه يعيش ويتمتع بشبابه. يا ساتر، قتل ابوه؟ ده شيء بشع. هو ممكن الحب يخلي الواحد يقتل؟ ممكن قوي. مش بيقولوا الحب يصنع المعجزات؟ ولا انت عندك رأي تاني؟ قصدك ايه يا ادهم؟ ده انت اكيد اتجننت. العكس، انا عاقل قوي. فكر فيها كده بس بهدوء ومن غير انفعال. افكر؟ افكر في ايه؟ في انها تلومني؟ وطي صوتك. انت مجنون، انت مجنون يا ادهم. انا فعلا مجنون اللي مش عايز ناني تطير من ايدك. انا غلطان، الحق عليا. بس اسمع ما اقولك، ما تبقاش فاتح لي في الموضوع ده تاني، انت فاهم؟ باي باي. من شركة المقاولات. كويس قوي انها جت منهم. الحمد لله ان هم ما طلبوش كارت توصية علشان يرفدوني. رفدوك؟ وتصوري علشان ايه؟ عشان 15 يوم غياب. قال يعني وقفت حركة الكون لما غبت 15 يوم. انت اللي مخك وقف. ما انتش عارف مصلحتك ولا مستقبلك. قد اخرة استهتارك وتسيبك. ده اللي انا كنت خايف منه. يا ماما ما تكبريش الموضوع بقى. النهارده او بكره انا كنت هسيب الشغل من نفسي. وتروح فين؟ تقعد في البيت ولا تتسكع مع السويع بتوعك؟ انا ما اسمحلكيش. بس بس يا ريتني ما كنت خلفتك. ساعة سودة ساعة ما خلفتك. انا هسيب البيت، مش هقعد لك ولا دقيقة واحدة. امبارح كان عيد ميلاد ناني، العيلة كلها جت من الصعيد عشان تحتفل بالمناسبة الحلوة دي.
التورته 7 أدوار. هدايا ايه بقى ما اقولكش؟ تصور كانوا بينقطوا الرقاصه بالدولار. كانت ليله ولا 1000 ليله وليله. زعلت قوي انك ما جيتش، اعتذرت لها بالنيابه عنك. قلت لها يعمل ايه بس؟ اصله محرج، هيجي لك ايد ورا وايد قدام. اسكت. قالت لي صبرت كتير يا ادهم والصبر فضبيه، محتاره بين عقلي وقلبي. قلبي مشدود له لكن عقلي بيرجعني. اسمع كلامي تكسب يا رامي، مش تعرف اني بعزك ومشغول بمشكلتك. عملت لك خطه ما تخرش الميه. اقرا. قطنه بمخدر وسكينه في القلب، وفي النيابه يطلع القاتل حرامي قتلها بقصد السرقه، وكان الله بالسر عليم. يومين اتنين والثروه تبقى بتاعتك وناني بين ايديك. قلت ايه؟ مش ممكن يا ادهم. لا ابعد عني بقى يا ادهم، ابعد عني. قطنة بمخدر وسكينة في القلب، وفي النيابة يطلع القاتل حرامي قتلها بقصد السرقة، وكان الله بالسر عليم.
هل في اعداء ليك او لوالدتك بالتحديد؟ دي دمها في رقبتي، انا اللي قتلتها. ايوه متاكد ان انا اللي قتلتها. محاولة المتهم رامي كمال مصطفى للكشف الطبي عليه للتاكد من سلامه قواه العقليه. تقول ايه يا بليا؟ هرجع الورشه تاني عشان نص تزودني 5 جنيه. ايوه يا اسطى 5 جنيه حته واحده. الله. عارف دول بكام يا بليا؟ ها؟ عارف ده ايه؟ احسن يا ابني، اوعى تعرفه، لحسن لو عرفته مش هيكفيك مال قارون بحاله. روح قول للوسطى ادم بيقول لك متشكر كتر خيرك. هو ماشي في سكه اللي يروح ما يرجعش، يطلع لفوق قوي يقع وتتكسر رقبته. حاجه غريبه. خير؟ تقرير الطبيب الشرعي بيأكد وفاه الام نتيجه جرح نافذ في القلب باستخدام آلة حادة، ولا توجد أي بصمات على السكينة المستخدمة في الجريمة. وبعد الكشف الطبي على رامي تبين إنه كان تحت تأثير حالة نفسية نشأت نتيجة قتل والدته. يعني معنى كده اعترافه بالقتل ملوش أي قيمة طالما لا توجد أدلة؟ طبعا. سامحيني يا أمي، سامحيني، حياتي من بعدك أمر من الموت، أيامه بتعدي، دمك في رقبتي في إيديا، سامحيني يا أمي، سامحيني، سامحيني يا أمي. ايه الحكايه يا ناني؟ صاحبك يعني بعد ما طلع براءة اختفى. انا كلمته كتير في التليفون ما لقيتوش. طب وبعدين؟ ما تقلقش اكيد هيظهر. لا يا ناني، تالي في حاجه غريبه بتحصل في الجو. حاجه زي ايه يعني؟ اصله كان المفروض بعد اللي حصل له ده يجي لي الجري. ما تنساش انها امه برضه. وما تنسيش انت انه بيحبك قوي. انت لازم تشوفيه بسرعه وتفهميه انك واقفه جنبه في محنته. هو اكيد محتاجك جنبه دلوقتي، واحنا اكيد يا حبيبتي محتاجين فلوس. انت فاهمه؟ فاهمه. ازاي يا رامي انت بريء؟ القاضي قال كده، انت اعترفت ومع ذلك طلعت براءه، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان القاضي غلط، معناه ان المحكمه غلط، معناه ان القانون غلط، والا كان زمانها لسه عايشه فوق. بس انني هي مش موجوده فوق. ارجوك تهدى يا رامي، انا ما اقدرش اشوفك بالحاله دي. لازم تتماسك وتبدا تشوف نفسك ومستقبلك. مستقبلي انا؟ انا انتهيت. ها،
انتهيت. ما تقولش كده يا رامي، انا جنبك بحبك، مدي لي ايدك وتعالى نخرج سوا من الازمه دي. ما انا مديت لك ايدي، سحبت ايدك مني. انا كسبتك وكرهت نفسي. انا ما سحبتش ايدي يا رامي، ادهم هو اللي فهمك ان الحب عندي وعند كل الستات فلوس ومظاهر، لكن انا مش كده. انت اللي تهمني يا رامي، انا حبيتك انت ما حبيتش فلوسك. دلوقتي انا كسبت الثروه وخسرت نفسي، ازاي احبك وانا بكره نفسي؟ وتكره نفسك ليه؟ شاب وسيم زيك بيملك الثروه والحب، يكره نفسه ليه؟ لانه قاتل، قاتل مع سبق الاصرار والترصد. نظرة منها بكنوز الدنيا كلها تجاهلت حبها بحب الدنيا كلها. سيبيني يا رامي، سيبيني دلوقتي، سيبيني لوحدي يا نادي. دول 100,000 جنيه، 100,000 يعيشونا ملوك. انا عملت المستحيل ومفيش فايده، ده اتجنن. اتجنن؟ ده انا اللي كلها كام يوم اخش الصلاه الصفراء. خلاص نسيبنا منه ونشوف لنا عمليه جديده. نعم يا اختي، نسيبنا منه بالبساطه دي؟ انا النعمه انت اللي باين عليك اتجننتي. والحل؟ مفيش جواز هيكون بيني وبينك الا لما نتلاقي مع ال 100,000 جنيه، انت سامعه؟ انت بتقول ايه؟ هات لنا ازازه من جوه. مفيش. كمان؟ حاسب. في ايه؟ مالك يا ابني؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ انت عايز مني ايه؟ ايه اللي جرالك؟ اللي جرالي؟ انا انتهيت، انا بدور عليها ومش لاقيها خالص. هي مين دي؟ سيبني. تعال يا ابني تعال. اجي معاك في ايه؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، تعال تعال. كفايه يا ابني، اشرب وهدي نفسك. اهدي نفسي ازاي؟ طيب دي هي دمها في رقبتي انا. طب انت تقدر تقولي دم مين بس يا ابني؟ قولي. امي. هو انا بريء صحيح؟ بس بريء ازاي؟ ده انا يا ابني. قول لي بس ايه الحكايه بالظبط؟ هو انت ما بتقراش جرايد؟ يا ابني انا كنت مسافر بره ولسه جاي، ما اعرفش ايه اللي حصل. بتستدرجني؟ حتى انت كمان يا ابني؟ انا في مقام المرحوم والدك ويهمني مصلحتك،
استدرجك ليه بس؟ امي انا اللي قتلتها. ايوه بس هما طلعوني براءة. ايه؟ ايوه انا قتلتها وهم بيقولوا ما قتلتهاش. اعز انسانة في الوجود انا قتلتها. يا ابني انا يعز عليا اشوفك في الانهيار ده. خد ده كارت الدكتور رمزي في العنوان، روح له هو هيفيدك قوي هيفيدك. طول عمرها كانت غضبانة علي. ايوه اخر كلمة قالتها لي اطلع ليه العوض فيه، يا ريتني ما كنت خلفتك. بس انا كنت بحبها بحبها قوي، بس كنت حاسس ان هي حرماني من كل المتع اللي في الدنيا. ايوه كنت حاسس كده ولما حبيت ناني الاحساس ده جالي اكتر، خلقني فقتلتها. ايوه قتلتها، جبت قطنه بمخدر وحطيتها على بقها وحطيت السكينه في قلبها في قلب امي. يا ريت كانوا شرقوني، يا ريتني كنت اقدر اشنق نفسي. انا عايزك تهدى وتفتكر معايا ليله الجريمه، كنت فين قبل ما تروح بالليل؟ كنت سهران مع ادهم صاحبي. كنتوا بتتكلموا في ايه؟ في موضوع ناني. مين ناني؟ واحده بحبها وقريبه ادهم. وهي بتحبك؟ ايوه. لا مش عارف. كنت بتتكلم انت وادهم عنها بخصوص ايه؟ ما هو ادهم كان بيفهمني ان هي محتاره بين قلبها وبين عقلها، يعني هي قلبها كان بيحبني لكن عقلها هو اللي رافضني. ليه؟ لان انا غني وفقير. يعني انا غني بفلوس امي لكن في نفس الوقت فقير لانها مش فلوسي، وبعدين ناني كانت متعوده على مستوى مادي معين. طيب انتهت المناقشه على ايه؟ مش فاكر. انا ساعتها جالي صداع رهيب وانا قاعد مع ادهم ورحت سايبه وقمت. وادهم قام معاك؟ مش فاكر. انا كل اللي فاكره بعد كده صوره امي وهي غرقانه في دمها. ساعتها انا شفت المنظر ده فقت صرخت. فقت؟ انت كنت شارب؟ يا ريتني كنت شربت المحيط وما كنتش قتلتها. انت ما قتلتهاش. لا قتلتها مرتين، مرة بتصرفاتي معاها والمرة التانية بجد. مرة بتصرفاتك معاها ومرة في خيالك. لا يا دكتور ما تحاولش ان انت تخفف عني. انا عارف، انا عارف ان انا اللي قتلتها عارف. طيب كفاية كده معلش. اتفضل يا استاذ رامي. على فضل. الأغراض دي هتاخد منها ثلاث مرات في اليوم. هشوفك بعد بكرة زي دلوقت. وإيه بقى؟ مش عايزك تقعد لوحدك كتير. معلش يا معلم ابعت لي بس ولو نص جرام بس. ها قلت لك اديني فرصه بس يعني كام يوم كده. تقول ايه؟ رقصة؟ كم؟ طيب يا معلم اشوفك بالليل في المحل. السلام. مش معقول يا ادهم بتشرب الصبح؟ ها؟ انت مالك انت؟ بشرب من جيبك؟ انا قصدي صحتك.
تتهمك يعني صحتي؟ وانا بيدي ايه بس؟ وما توقفيش كده تفرجي عليا، انا ما عرفتكيش عشان اصرف عليك يا بنت البرنسيسة. خلاص نرجع نشتغل عمليات صغيرة بعد كل اللي عملناه عشان العملية الكبيرة، يعني مؤقتا. بس انا اعصابي تعبانة اليومين دول، ما اقدرش اشتغل. دلنا عليا شيكات ب20,000 جنيه للمعلم، تمن الهباب اللي انا شميته ده، لسه كان بيهددني في التليفون. اعمل ايه بس؟ خش السجن يعني؟ اسمعي يا ناني، انت تشتغلي رقاصة. انا؟ امال يعني عايزاني اخش السجن؟ كفاياك بقى يا ادهم، انت عايز تعمل فيا ايه اكتر من كده؟ بنت بقى حبيبتي مش عايزة حلمنا بالجواز يتحقق، وانا يعني اكون مبسوط لما تشتغلي رقاصة؟ ده على فص عيني من جوه. لكن قولي لي انت بس اعمل ايه؟ اخش السجن يعني ونضيع المشوار الكبير اللي قطعناه؟ بس انا ما بعرفش ارقص. الحكاية مش محتاجة علام، هو في ست في الدنيا ما تعرفش ترقص؟ بس بشرط. عارف هنتجوز، بس حبيبتي نسدد ديوننا الاول. طول ما انت بتشم الهباب ده مش هتعرف تسدد حاجه خالص. هبطله، الله يخرب بيته، والله هبطله. ده هو اللي لخبط لي حياتي وحياتك، ده حتى بقى مضروب اليومين دول. فين سيادتك من زمان؟ بقول لك ايه؟ انتوا جبتوا رقاصه جديده هنا اسمها ناني؟ لا يا بيه، دي ناني اللي كانت بتقعد مع سيادتك زمان. انت مش واخد بالك من الصوره اللي بره ولا ايه؟ ناني بترقص؟ طب هي فين دلوقتي؟ في اوضتها. فين اوضتها يعني؟ من هنا. حبيبتي بعد اللي عملناه ده كله، العمليه مش لازم تروح من ايدينا. يا ادهم انا عملت كل اللي قدرت عليه، اصبر شويه بقى لغايه ما يفوق مستر فاطمه. انا عملت المهمه الصعبه وانت مش عارفه تعملي الاسهل؟ ده انا اول واحد في الدنيا ينفذ الجريمه الكامله زي ارسين لوبين. قتلت امه ونفدت من غير ما اسيب ورايا ولا بصمه، مش قادر انتد احلبيه لغايه ما نتلايم على القرشين. انت اللي قتلتها يا ادهم؟ قتلت امي يا ادهم؟ هقتلك هقتلك يا ادهم. حقيقة أفظع من الخيال، ناني وأدهم. مش ممكن. مش ممكن إيه؟ مش ممكن الشر يكون بالفظاعة دي. اتأكدت دلوقتي إنك مش أنت القاتل؟ ويا ريتني ما اتأكدت. إزاي بقى؟ أنت كده خفيت من الوهم اللي عشت فيه طول الأيام اللي فاتت. مبروك. دلوقتي بقى ممكن تتصل بالبوليس وتقول لهم الحقيقة. لا، أنا اللي عرفت الحقيقة وأنا اللي لازم أنتقم. إيه ده بس كده وحكم عقلك وسيب العدالة تاخد مجراها. لا، أنا انتهيت بنهاية أمي، يبقى ناني وأدهم لازم ينتهوا هما كمان. لازم. طب استنى استنى يا رامي. قتلك زي ما قتلت أمه. ارحمني يا أدهم، حرام عليك، أنا ذنبي إيه؟ لولاكي ما كانش عارف الحقيقة. أنا ما قلتش حاجة، أنت اللي اتكلمت مش أنا. أنت اللي اضطريتيني أتكلم. يلا يلا لمي هدومك. هنروح فين؟ لازم نمشي من هنا، المكان ده بقى خطر علينا. يلا حبيبتي يلا.
حكايات دمك اللي راح هدر. عينيا ما هيعرف طريقها النوم الا لما انت املك من ادهم ومن ناني. سامحيني يا ام. انت مين؟ كفايه عياط يا ابني. سيبيني لوحدي. انت عايزه مني ايه؟ سيبيني لوحدي. وانت ازاي تحبني وناني معاك؟ ناني؟ ناني دي ايه؟ اعتبريها انتهت من حياتي خلاص. يا بوسي انت كل حاجه ليا في الدنيا. العمليه دي متأشرة، لو نفذناها صح اغرقك فساتين والمظات، اصفرك اوروبا زي الناس المرتاحه. انت اتخلقتي للعز مش للفقر. اشربي. هي يا ادهم عملت ايه؟ خلاص هنسافر؟ نعم يا اختي نسافر. ممكن بقى توريني عرض كتافك؟ ايه انت بتقول ايه يا ادهم؟ زي ما بقولك كده. انت عايزه مني ايه تاني؟ مش فاهم اللي حصل؟ عايزه حبل المشنقه يتدفع حوالين رقبتي؟ طب وانا ذنبي ايه؟ انا ما قلتلكش تتكلم، انت اللي قلت. انا ذنبي ايه لما خليتني اسرع وانصب معاك؟ خليتني اشتغل رقاصه، ضيعتني وضيعت مستقبلي. ذنبي اني وثقت فيك؟ محدش ضربك على ايدك. كل اللي عملتيه ده عملتيه برغبتك وبارادتك. لا يا اختي اتفضلي، اتفضلي على الشارع اللي لميتك منه يلا. انا يا ادهم؟ ايوه انت يا اختي، وزي ما انت بالهدوم اللي عليكي ولو انها اغلى من اللي جيتي بيها الاول.
اصحى يا ادهم. ايوه يا دكتور، انا رامي. قريت الجرايد النهارده، ادهم اتقتل، بس للاسف مش انا اللي قتلته، القدر حرمني من الانتقام. انت مش مصدقني؟ بقول لك مش انا اللي قتلته. مصدقك يا رامي. تعال لي دلوقتي حالا، ضروري اشوفك. لا مش هقدر اجي، ادهم اتقتل لكنني لسه عايشه بترقص وبتشرب. هقتلها، لازم هقتلها. الو ايوه لو سمحت، انا عايز العقيد محمود سالم. ايوه سيادة العقيد، الدكتور عصمت كاظم. اهلا بيك يا فندم. انا بكلم سعادتك لان عندي معلومات بخصوص قتل ادهم البرنس. انا عايز اقول لسعادتك ان القاتل مش بس هيكتفي بكده. ايوه في رقاصة تانية اسمها ناني هيحاول يقتلها. والله يا فندم ده كل اللي اقدر اقوله. لا طبعا، ما هو سعادتك عارف ان شرف المهنة طبعا يمنعني. ما تحاولش يا فندم، أرجوك. أيوة أنا بس حبيت أنبهكم. أيوة فندم، حاضر. مع السلامة فندم، مع السلامة. كفاية عياط يا ابني، اللي راح مش هيرجع. انسى النسيان اكبر دواء، وكلنا جايين من التراب. رايح ابني لما اقطع راس الحية. سيبها، وربنا هو اللي بيجازي. لو كنت حسيتي باللي جوايا كنت خليت الدنيا كلها بحور دم، واخرتها خراب وموت. ما بيطهرش القلوب الا الحب. لازم اقتل ناني، لازم انتقم منها واقتلها، لازم. سيب الانتقام لربنا يا ابني. سيب الانتقام لربنا يا ابني. تعرفي بقى لو حد ظبطك عندي هقول لهم ايه؟ هقول لهم ان انت اختي، بس اختي في الرضاعه. قلت لي بقى اسمك ايه؟ ناني. لا خلود.
الراقصة خلود. سبقني على البيت فحسن. Thank you.
اسمك ايه؟ ريري. ده اسم الشغل ولا اسمك الحقيقي؟ طب بوليس الادب؟ ها؟ ما تخافش ما اسميش ناني. شربت في صحتك اكتر ما شربت في صحة ادهم. ادهم مين ده بقى؟ حد ما عرفش ادهم؟ بين عليك بقى ما تعرفش تقرا جرايد. جوزك عشمني بالجواز، خرمت انا وداني. خلي بيكي بقى. ندل اكبر ندل في الدنيا، والاندال ما لهمش غير الموت. صح؟ هو مات بإيديا دول. سيحت دم وهربت، ضيعني قتلني بدل المرة ألف. اوعى اوعى انت كمان تضيعني. يخرب بيتك فوقتيني. يلا يا رايا برا برا برا. جايز ولا أكيد؟ آخر مرة وهي خارجة من الكباريه قالت لي شوف وشك بخير يا مدبول. قلت لها أنت رايحة فين يا نوار؟ قالت أنا رايحة اسكندرية. ومن يومها غلط. انما حضرتك بتسال عنها ليه؟ يا بيه يا بيه. جايلك يا ناني، جايلك جايلك يا ناني. لو سمحت يا مدموزيل. ايوه يا فندم. في عندكم نزيله هنا اسمها ناني. ناني؟ ناني ايه؟ ابراهيم السيد. لا مفيش. حضرتك متاكده؟ ايوه.
عندك رقصة هنا اسمها ناني؟ لا. الله، ما هي دي صورتها؟ دي خلود ودي نرمين، هم دول عندنا. سيداتي، آنساتي، سادتي، الآن مع راقصة الموسم وكل موسم الراقصة خلود. مش معقول مش معقول مش معقول.